كان يوما عصيبا أو أياما عندما اختار إعصار يمين في يونيو من العام 2007 ليلقي أحماله فوق يابسة مقاطعة بلوشستان الباكستانية، متسببا في كارثة تاريخية دمرت معالم المقاطعة وضربت مصادر عيش السكان. فما الذي حدث؟ في 23 من يونيو تحركت الرياح الموسمية في اتجاه ولاية جوجرات الهندية شمال بحر العرب، فيما وصل إعصار يمين إلى اليابسة في مقاطعة بلوشستان بعد 3 أيام، جالبا معه الأمطار والفيضانات والرياح التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة. تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة، كما أحدث عواصف وفيضانات في عشرات القرى ذات المنازل المبنية من الطوب اللبن في إقليم بلوشستان والمناطق المجاورة في السند. جرفت الفيضانات الغزيرة عشرات الجسور والطريق الساحلي السريع الذي يربط ميناء جوادار المائي في بلوشستان مع مدينة كراتشي الساحلية في إقليم السند، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الأشخاص، فيما أنقذت البحرية الباكستانية العشرات من العالقين على ظهور السفن والقوارب في المناطق البحرية. أغرقت الفيضانات مئات المنازل، ما دفع الكثيرين للبحث عن أماكن للنجاة، فلجأ السكان إلى الأشجار والمباني الحكومية للاحتماء، فيما تم إجلاء الآلاف إلى مناطق مرتفعة أو تلال خارج الإقليم. انهار 224 منزلاً بشكل كامل، وأصيب 1127 بأضرار جزئية، وتفاقمت الأوضاع السيئة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في العديد من مناطق كراتشي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 15,000 شخص في الحزام الساحلي الجنوبي لباكستان. قبيل انحسار الكارثة، قضى عشرات الآلاف من الأشخاص في بلوشستان 6 أيام على الأقل، كما عانوا نقصاً حاداً في الغذاء ومياه الشرب، حيث أعاق انقطاع الطرق وسوء الأحوال الجوية وصول المساعدات. وفقاً لمفوض الإغاثة الباكستاني، فإن العدد الرسمي للقتلى هو 100 شخص، لكن التقارير غير الرسمية تشير إلى مقتل نحو 200 شخص، فيما تشرد 250,000 شخص. أثرت الكارثة على 1,500,000 شخص في الإقليم، وصنفت بين أسوأ الكوارث التي ضربت البلاد ذلك العام.